رح نروح لأولى محطاتنا ليلى ورح نحكي فيها عن العمل بشكل عام. اللي بنعرفه أنه كل شخص فينا بيتمنى يكون عنده درجة كبيرة من المهارات ليحصل على وظيفة، ولكن بعض الدراسات بتقول أنه سوق العمل بلشت تتغير، يمكن 35% من نسبة الشيء اللي بيمتلكه الشخص من مهارات هاي السنة السنة الجاية يتفاجأ أنه هي غير مطلوبة للعمل اللي هو بده يتقدم عليه، وبالتالي صار قدام تحدي بين ما هو الشيء اللي اشتغل على نفسه فيه والمهارات اللي بيمتلكها وبين المهارات المطلوبة بسوق العمل. تماما يا سلمى، واليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف على مهارات أساسية لو امتلكناها رح نكون نحن مهيئين وقادرين على الدخول في سوق العمل. رح نبدأ ونحكي بهذا الموضوع مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الأستاذ سليم الكسم، مدير عام شركة رؤية للتدريب والتوظيف. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. تحياتي يا سليم. تحياتي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يعني اليوم تغييرات مثل ما قلنا بالبداية هي متسارعة بسوق العمل. نعم. صار في متطلبات جديدة عم تفرض نفسها على السوق، هذا الشيء خلى الشباب بحالة تشتت دائم بين هل أنا الشيء اللي تعبت على نفسي فيه، درسته، دربت عليه، عملت فيه مهارات، هل هو صار بيأهلني ولا لا أنا بدي أرجع مرة تانية؟ نعم. أدخل على مجال تاني لحتى أقدر أتدرب وفوت على الشيء اللي درسته الأكاديمي مثلا. كتير جميل. هلأ أول شغلة، أهم مهارة من مهارات دخول لسوق العمل هي دخول سوق العمل. أول شغلة كثير مهم، في شيء اسمه العمر المهني. العمر المهني بيبلش من يوم ما فوت على سوق العمل. كثير من الشباب لأتخرج لحبلش أدور على شغل، كثير من الشباب حخلص الكورس الفلاني وبلش أدور على شغل. لا، العمر بيبلش من أول يوم بتفوت. أنصح دائما المربين والآباء، ابنك صف سابع صف ثامن، نزله يشتغل بأي بقالية بأي محل، نزله على المحل معك، نزله على الشغل معك، بيبلش عمره المهني من صف السابع. ايه طبعا بيبلش يكتسب مهارات. في نوعين من المهارات، مهارات اساسيه شخصيه هي ما لها متغيره ابدا، هي كل ما طورت اكثر كل ما انا بتطور اكثر مع سوق العمل. بس احيانا نفوت على كونسبت او على على يعني على مكان معين بالشغل، مهارات الشخصيه هي بتفقد تماما وجودها. هلا بنحكي ليش. وفي مهارات ثانيه، المهارات التقنيه، المهارات الفنيه، هي بتختلف بين عمل وعمل. هي ممكن تتغير بسرعه مهوله، يعني ممكن اللي كان يرسم من مثلا 5 سنين بشكل فظيع اليوم صار في عندي برنامج رسم كبسه زرعه يطلع رسم. ممكن اليوم يقول لي انا مصمم، فانا بعد يمكن سنتين في الميدجورني حي التصميم لحاله، خلاص ذكاء صنعي كبسه زر رح يعطيه التصميم لحاله. هل ممكن هيك؟ هل انا حاخسر شغلي؟ لا، في مهاراتك الشخصيه. فالمهارات الشخصيه الاساسيه هي ابدا ما بتتغير، هي لازم اشتغل عليها دائما. اثنين، لازم اكد على شغلتين مهمين. واحد، عمري بالسوق قد ايه انا عمري. في كثير ناس بتلاقي عمرهم 40 سنه بس عمره بالسوق 5 سنين او 6 سنين. شلون 5 سنين او 6 سنين؟ ما صار له زمان بالسوق، ومتى ما غيرت السوق انت ببلش عمرك من اول وجديد. ممكن يكون عمرك 60 سنه وتفوت على مصلحه جديده ومهنه جديده ومكان جديد سوق جديد، انت عمرك بهذا السوق 2 او 3. طيب عمرك بهذا السوق بس رصيدك المهني بتنقله معك لانه مهاراتك الشخصيه بتاخذها معك من سوق لسوق. في ناس ممكن يكون عمره صغير مهنيا بس رصيده المهني كتير عالي. كيف؟ أنا ممكن فوت على مكان معين أشتغل أنا مذيع، ماشي؟ بس أشتغل مع أشخاص كبار ببرنامج كبير بأسماء كبيرة، فرصيدي عالي مباشرة مع إنه عمري صغير بس رصيدي عالي. طبعاً المنطقي البسيط إنه كل ما كبر العمر المهني بيكبر معه الرصيد المهني. أسوأ شيء اللي بيكون عمره المهني كتير كبير ورصيده المهني كتير صغير. صار له مثلاً بالمصلحة 20 سنة، 25 سنة، بس شاغل على شغلات صغيرة، قصص صغيرة، فرصيده المهني ما بيكبر. بالتالي هو ما بيكون بنسمي فلان مو كبير بالسوق. هذا لذلك بنشوف أحياناً شاب عمره 20 25 سنة عم يشتغل تحت إيده أشخاص عمرهم 60 و70 سنة. كيف؟ ببساطة هذا رصيده المهني عالي وهذيك أرصدته المهنية منخفضة. كتير بيهمني أفهم هاي التوازنات لحتى أعرف هذا الموضوع. هلأ بدي بلش ابني حالي أنا، شو اللي لازم ابني بشخصيتي؟ طبعا المهارات الاساسيه لا يختلف عليها اللي بتروح من قرنه لقرنه وين ما كان، هي مهارات القياده والتحكم الذاتي. شو يعني؟ مهاره اداره الاولويات، انا بعرف ارتب اولوياتي، انا في بعرف ساوي هي قبل هي، هاد تطور العلم، صار في ذكاء صنعي، طورت الات، في عندك مهاره اتخاذ قرار اليوم الصبح، تعرف وين الاربح، تعرف وين الاريح، تمام؟ مشهور جدا عن جماعه الاداره 80-20 مبدا باريتو، انا بعرف شو اللي لازم اتجاهله من الناس، من المهام، من الشغلات، انا بعرف انه مو كل شيء بيجيب لي مصاري، مو كل شيء بيجيب لي مكانه، الرصيد الاولاني اللي حكيناه، في طبعا دائما مبدا باريتو الشهير انه 20% من النتائج مسؤول عنها 80% من الشغل، وال20% من الشغل مسؤول عن 80% من النتائج،
يعني انت ممكن تتعرف على 10 اشخاص اثنين منهم يكونوا مفيدين اكثر من الثمانية البقيانين. طب انت بتعرف توازن هي القصه؟ فموضوع اداره الاولويات هو موضوع كثير مهم مهما تطور العلم. موضوع اثنين موضوع الذكاء العاطفي. انا بعرف دير انفعالاتي، انا واحد استفزني استفز، انا بخسر كثير شغلات. فموضوع الذكاء العاطفي هو موضوع اساسي. برجع بقول مهما كان اخي صار اليوم 10 مكانات وبكبسه زر بتساوي، اللي حيكبس زر هو بني ادم. هذا البني ادم اذا ما كان عنده ذكاء عاطفي حيكبس الزر بطريقه غلط حتعكل المكنه كلها. في ذكاء صنعي، اي الذكاء الصنعي اللي بده يكتب هذا الكلام بده يكون عنده المهاره الثالثه اللي هي مهاره تفكير وتحليل النقدي. يعني انا كثير لازم يكون عندي مهاره تفكير ابداعي وتحليل نقدي. شو يعني؟ انا بعرف انقض، انا بعرف فوت على مكان ففوت شوف في عندهم هي غلط وفي عندهم هي غلط وفي عندهم هي غلط. طبعا بنصح الشباب دائما اول ما بفوتوا على اي مكان عمل اول نظره للمكان هي الاكثر ابداعيه. فمسك مكتوب كلياتها وقت بفوت على كليه هي لو مساويين من هون، لو حاطين هي هون، لو زايقين هي الافكار اكتبها. تمام، هي افكار ابداعيه. مهاره رقم 4 واللي هي المهاره الكثير كثير خطيره مهاره التعلم الذاتي. انت دائما عم تتعلم اليوم خاصه بهذا العصر. صار اذا انت ما بتتعلم ما بتتاقلم بيمشيك القطار. شركات كبيره وناس ضخمين واسماء لا يتصور كانه تختفي من السوق، اختفت لانه هن ما تعلموا. والعكس بالعكس، كل يوم عم يظهر ماركات جديده، ناس جداد. بتلاقي شاب صغير طلع بالسوق وصار مثل بيقولوا شهبندر التجار بالسوق. كيف؟ هو شخص عم يتعلم تعلم مستمر. والتعلم مو فقط تعلم جامعي، مو تعلم اكاديمي، هو تعلم ذاتي، انطلاق ذاتي. هدول الشغلات المهارات المهنيه بيلعبوا مع بعضهم، المهارات عفوا الشخصيه بتلعب مع بعضها لحتى تقويني. هي بتكبر لي رصيدي وبتكبرني بعمري الزمني، بعمري المهني. بالتالي ما بيفرق طب بتلاقي شاب مثلا عمره 30 او 40 سنه بس ولكن انفعالي، ذكائه النقدي كثير قليل، ما بيشوف، ما بينتبه، ما عنده ملاحظه. بتلاقي هو الشخص ما بده يتعلم، خلص انا اللي بعرفهم. يا ابن الحلال قوم بس شوف البرنامج الجديد نزله، يعني بس في كذا، لا خلص انا منيح اموري بخير حاضر. تمام. بعد فتره بيستغنوا عنه، يا الله استغنوا عني، يا الله الناس ما فيها وفاء، البحر مالح والدنيا مصالح. لا انت حبيبي ما طورت حالك. الدنيا اليوم رايحه متجهه لانه انت كثير تكون عندك هذا الشق الشخصي ما بيتغير. هلا الشق التقني هو اللي بقى بيتغير كثير، هو اللي فيه يعني سرده كثير طويله. هون بقى الشق التقني ممكن انت تشتغل على حالك سنه وتنتين وثلاثه بعدين طق فجاه يختفي كل شيء بتساوي. يمكن انا طبعا اي شيء ممكن يكون حتى الشق التقني فيه شق شخصي. طب انا تعلمت رسم، تعلمت رسم يوم واثنين وثلاثه، هذا كمهاره تقنيه. بس في بقلب مهاره الرسم مهاره الخيال، هي مهاره شخصيه. فانت لما بتكون عارف ترسم انت طلع ريفت او ريفت ستراكشر مثلا لبعض العماره، إيه انت قادر تتعلم ريفت اكثر من اللي بيعرفوا ريفت لانه انت عندك مهاره خيال، فانت بتعرف تساوي هيك. انا والله طبعا كثير مهم، برجع بقول حكينا اول شيء انه مهم من سوق العمل تفوت على سوق العمل تنخرط. فتحيه لكل كليه عم تساوي شق عملي. بكل كليه في عنا مخابر واستاجات واجواء عمليه. يعني انا قاعد مع بنت اخي فهي انه فاتت معلم صف لسه ما بلشتوا دوام، طولوا بالكم عمو. قالت لي والله عندي درس بدهم يبلشوا دغري خلوهم يفوتوا على هذا. طبعا بكل المناهج عندنا الحمد لله بكلياتنا شيء رائع جدا، في استاجات. هلا في مين بياخذها جدي وفي مين ما بياخذها جدي، هذا اختلاف الموضوع. مثلا هون نحن اذا رحنا على كليه الطب بتلاقي انه بفوت الطالب طب الاسنان ما بيتخرج ليكون عامل معالجه وثنتين وثلاثه واربعه. بالتالي كثير مهم هذا الموضوع لحتى انت تفوت هذا الانخراط، فانت بتصير بتعرف شو الشغلات التقنيه. هلا لا تشوف السوق اليوم، لا تشتغل على مهارات السوق اليوم، اشتغل على المهارات القادمه، الشيء القادم. كثير بنعرف انه في هي الشغله حتلتغى، هي باخرها، هي بنهاياتها. اليوم يمكن انا كنت المحاسبه ودفتر الاستاذ نهى الاكسل، اليوم الاكسل صار في عندي برنامج محاسبه بكبسه زر عم يعطيني تقارير. انا اليوم باوربوينت فصار في كبسه زر عم يعطيني باوربوينت. طيب هل هي المهارات التقنيه انا ضيع وقتي عليها؟ ايه. ليه؟ لانه بقلب كل مهاره تقنيه في شق شخصي عم تتعلمه، الشق الشخصي ما بيروح. ممكن يختفي كل المهارات الفنيه، ممكن ما عاد بدك اياها او تروح، بس مهاراتك الشخصيه بتضل. هذا اللي نحن فينا نقوله الشخص الخبير او اللي نحن بنقول له مدعوك. شلون؟ وهذا شو الفرق بين الشخص الفريش والشخص يعني احيانا بيكون في اثنين، واحد جديد لساته يعني مثل ما بيقولوا كرتونته الشاب لسه ما عنده هي الخبرات،
شو الخبرات اللي ما عنده يا هي الخبرات الشخصيه. وفلان والله فلان مبين مخضرم، شو يعني مخضرم؟ مخضرم يعني مهاراته الشخصيه كثير عاليه. طب استاذ، اليوم بين الدراسه الاكاديميه والدورات المختلفه يعني بمختلف المجالات، اكيد في مفاتيح اساسيه لدخول الشباب بسوق العمل، لكن ايهم الافضل اليوم، الدراسه الاكاديميه ام الدورات، ولا الاثنين لازم يكملوا بعض؟ اكيد الاثنين لازم يكملوا بعض، اكيد كثير مهم انا اعرف التزاوج بين الاثنين. اصلا اذا كنت اكاديمي وكنت مهني، راتبي فيني اقول بكل بملء الفم من 4 لـ5 أضعاف. كثير من الناس بتقول انه انت اذا كنت مهني ممكن تاخذ راتب، ايه صح. طبعا اذا كنت اكاديمي فقط وما عندك مهني اصلا ما في راتب. اذا كنت فقط اكاديمي خلص دراسه، كثير انا بجتمع مع شباب باستشارات، بيجي لعندي على المكتب بيقعد انا وياه، شو والله انا خريج ومعي شهاده، شو مساوي بحياتك؟ والله ماني مساوي شيء. تمام ليش مالك مساوي شيء؟ والله انا عم بستنى لاتخرج، كنت عم اتفرغ لاتخرج. هلا بلش عمره المهني، فهو عمره المهني هلا يوم. عمرك المهني يوم، ما بيمشي الحال بيوم فوتك انا على سوق العمل. طيب كل الشركات بدها خبره خبير. وكل خبره بدها شغل، ميل يغزيل يغزيل ميل، وهي بس هي يمكن بتختلف شوي بين مثل ما قلت حضرتك ببدايه حديثك، حسب شو الشهاده وشو طبعا. يعني الطب هو خبرته تعتبر ضمن الاستاجات اللي هو عم يشتغل فيها طبعا. لانه اكيد ما في مشفى مثلا رح تطلع دكتور مخرج تشغله يعمل عمليات او تجرب بالناس مثل ما بيقولوا. ونفس الشيء مثلا المهندسين، في منهم بيروحوا بيتفرجوا على مواقع صحيح. بيشوفوا شغل ما الى ذلك. أما بعض المهن اللي هي تعتبر مهن فكرية مهن إنتاجية، فهدول ممكن ينخرطوا بسوق العمل. هون بس في مشكلة عم بتصير، أنه حالياً عم نشوف بعض الورشات هي وهمية يعني خلبية، بيكتبوا على إعلانات على الفيسبوك تعلم مثلاً الإعلام في ورشة بثلاثة أيام، غير حياتك في تعلم ما بعرف شو، أحصل على أفضل أسلوب، يعني عناوين براقة. بيروح الشخص بحط مبلغ وقدره وبيروح وبياخد شهادة وبيطلع بعدين بيقول ما ليش ما اعتبروني أنا أعلامي. بينما في شخص مثلا درس 4 سنين واشتغل وتدرب ومو معتبرينه أعلامي. خلينا نحكي بس عن هاي النقطة لحتى الناس اللي عم تتابعنا وبالذات فئة الشباب اللي أنا هلأ عم شوفهم كتير عم يتجهوا على هذا المحتوى. لسه المحتوى الرقمي أكتر كمان. اليوم أي واحد يعمل دورة ويفتح له فيديوهات ومنصة ويطلع على الإنترنت. الشهادات للأسف بسوق العمل ليس لها اعتبار. تمام. الشهادات يمكن أنا مش هرخص فيها، بس اليوم أنت بتفوت لعند دكتور تتعالج أنت وياه، شهادته إذا كانت مقبول ولا إذا كانت ممتاز ما بتشوفها. أنا كمريض ما بشوفها، أنا شو اللي بشوفه؟ شوفه معالجته إلي، مهارته بهذا الموضوع. هلأ العمل ينقسم إلى قسمين، سواء كان طب ولا هندسة ولا صحيح. حتى قسم أكاديمي تعليمي وقسم مهني، ماشي؟ القسم الأكاديمي بده شهادات عليا، القسم المهني ما بيهمه الشهادات. فانا اذا بدي اشتغل شغله مهنيه، يعني شغله خليني اقول مباشره، يعني انا هون مثلا خلينا ناخذ الاذاعه، انا بدي اشتغل، اذا بدي اشتغل مهنيا انا بدي اشتغل مذيعه، انا بدي اشتغل مصور، انا بدي اشتغل مخرج، شيء تنفيذي، فانا هون الشهادات ما مهمه، يعني ما مهم الشهادات العليا، انا اللي بيهم المهارات اكثر. اما اذا بدي اشتغل اكاديمي، انا بدي اروح اعداد، انا بدي اروح زاوي برامج او اشتغل شيء سياسات عامه، هون بيهمني الشهادات العليا اكثر. نفس الشيء بالطب، نفس الشيء بالهندسه، نفس الشيء بالمعاهد، اي شيء هذا التوازن. هلا النقطه الاساسيه، الدورات التدريبيه اللي المفروض تكسبه ليست المهارات الاكاديميه وانما المهارات المهنيه التقنيه، فبالتالي هيك المفروض. تمام. هلا للاسف العناوين البراقه، تمام، يعني ما حاحكي، هذا غش صريح. تمام. وهذا موجود مو بس بسوق التدريب، بكل الاسواق. تمام. واي حدا منا لما بده يشتري جاكيت او يشتري كنزه بيسأل 1 و2 و3 وما بينغش بالعنوان ولا بينغش بالاسم وبياخذ. طيب ليش وقت الدورات ما بتساوي نفس الشيء؟ ما بتسأل 1 و2 و3، هو منتج عم ينباع واللي عم يبيعه حقه يساوي المنتج الجودة اللي هو بده اياها ويكتب اللي هو بده اياه. تمام. هل ممكن ينضبط؟ ما بتنضبط، مثل ما بينضبط الاكل وما بينضبط الشرب، اي شيء بالدنيا. انا في سوق وبالنهاية السوق اللي بيحكم، وفي فلان اكله طيب وفي فلان اكله مو طيب، وفي فلان تدريبه جيد فلان تدريبه مو جيد. هلا اياك تفكر انك اذا رحت فتت دوره او فتت اي عمل حتتغير حياتك وحتلاقي فرصه عمل. تمام. ما في هيك شيء بالدنيا. طيب بس ولكن شوفي، في بتعطيك المفاتيح، في بتفوت كمان. هو الشخص بده يشتغل على حاله ما يكتفي تعلم الذاتي، حكينا عن التعلم الذاتي. اذا اكتفى اي شخص
رمى تقله مثل ما بيقولوا على الكلية أو على الأستاذ أو على المدرب أكيد ما بيكفي، ما لن يستفيد أي شيء. هلأ إذا فات كليته منيح وتدرب بقلب الكلية، عمل هاي العلاقات وهي تمام، هلأ العلاقات اللي حيعملها بقلب الكلية أو بقلب الشغل هي يمكن تكون أكثر مفاتيح لدخول سوق العمل، هي اللي بتأمله الفرص الكبرى. في كثير ناس بيفوتوا دورات تدريبية، دورات تدريبية عليا فيها رقم فلاني وبيعرف كل شيء، فايت بس ليأخذ العلاقات بقلب هاي الدورة. يعني مكان معين صار في دورة محاسبة، كان الموجودين فيه من البنك الفلاني والبنك الفلاني والبنك الفلاني، فتشاخ شخص موجود قلت له انت دافع رقم، يعني رقم وقدره مثل ما قلت تمام. طيب شو فايت يساوي؟ ياخذ العلاقات الموجودة بقلب الدورة مع انه هو اقوى من المدرب ذات نفسه. فانا اذا فايت على مكان عارف هي الدورة شو بدي فيها وشو بستفاد منها، اذا فايت بس مشان تاخذ شهادة وكرتونة وتتصور كثير مهم. هلا موضوع دخول سوق العمل، دخول سوق العمل يبدا مثل ما حكينا نحن، قلنا العمر وقلنا الرصيد. الرصيد يبدا لما تعلن انك انت بهذا السوق، فكتير مهم من قلب الجامعه. انا اليوم بستاج، انا اليوم بمخبر، كثير مهم صور ونزل هي الصوره، كثير مهم صور وبلش انا شو ساوي، انشر عني انه انا بهذا المجال موجود، انا هذا المجال بلشت فيه. شو اللي بيصير؟ بيصير الناس اللي حواليي صار عندهم وعي انه انا رايح بهذا التوجه، انا فايت على هذا السوق، فبيصير شو بيساووا بيقولوا لي وبتجيني فرص اكثر وبيجيني تعلمات اكثر وبيجيني نصايح اكثر وارشادات اكثر. برجع بقول انا كشاب دائما بدي افكر بشغلتين، بعمري بسوق العمل وبرصيدي بسوق العمل. قد ايه انا رصيدي؟ ولازم دائما انا اكبر عمري وكبر رصيدي بسوق العمل. كل ما كبروا هدول بيكبر منصبي وبيكبر راتبي وبرتاح أكثر. أكيد يعني معلومات مهمة، ودائما أستاذ محمد أنت بتعطينا هالمعلومات، شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير، شكرا لك للمعلومات اللي قدمتها، وبالتوفيق لجميع الشباب.